ومن خصال الفطرة قص الشارب، إن الشارب إذا طال عن الشفه أحدث شوها في الخلقة، فقص الشارب المراد به أن تزيل أو أن تزيل الشعر الزائد على أطراف الشفه، الشعر الزائد على أطراف الشفه العليا تزيله تزيله، فإن أحببت إن قاص ما فوق لا بأس، وإن أزلت هذا وبقي على ما هو عليه لا بأس، المراد بقص الشارب هذا. وقص الشارب يحدث عند الإنسان هيئة حسنة فتراه جميلا مرتبا منظما، فإذا طال شاربه أحدثت هذه الإطالة مشابهة لبعض الحيوانات، فإن بعض الحيوانات طويلة الشارب وتحدث هذه الإطالة للشارب تقدرا للناس، إن شرب الماء أو أكل الطعام تقدر الناس أن يشربوا بعده لطول شاربه الذي انغمس في الماء، وإن بقي شاربه طويلا أحدثت هذه الإطالة شبها بالمجوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب واعفوا اللحى خالف المجوس. فالإطالة من أعمال المجوس، بل إطالة الشوارب من أعمال المجانين، فإذا رأيت مجنونا رأيت شاربه طويلا ورأيت أظفاره طويلة، فالإطالة فيها مشابهة لهؤلاء المخلوقات، والموافقة للفطرة أن يزال وأن يتم تعاهد الشارب كل 10 أيام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، مثل حديث من حلف بالأمانة فليس منا. وقد جاء رجلان من قبل فارس، ملك فارس، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبانه المجيء إلى ملك فارس وشواربهما طويلة، فقال: من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا. قال: أما أنا فأمرني ربي أن أجز شاربي. وللأسف أن الناس الآن صاروا يتباهون بإطالة الشوارب وفتلها وإطالتها، حتى يلقب عند الناس أبو شنب. سبحان الله، الرجولة ليست بالشارب، الرجولة ليست بالشارب، الرجولة مواقف، الرجولة مواقف، فقد ترى صاحب شارب وهو شارب، شارب للخمور، فاعل للمحرمات، أين شاربه؟ أيمنعه من هذا؟ فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يتعاهد شاربه كل 10 أيام أو 15 يوما. قال أنس كما روى الإمام مسلم قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تزيد على 40 ليلة، هذا منتهى، وأما قبلها فلا بأس إذا دعت الحاجة في 10 أيام 15 يوما 20 يوما، فترى الرجل شاربه معتدلا فتقول: هذا رجل معتدل المزاج معتدل الخلق، لأنه يتعاهد نفسه. بل من اعتاد على تقص شاربه وترتيب نفسه إذا وجد أطراف الشفه يزيد عليه الشعر شعر بتضجرا ويبحث عما يكون موافقا لفطرته. قال: قص الشارب ومن الفطرة. قال: إعفاء اللحية. قالت عائشة: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. فإعفاء اللحية هو الموافق للفطرة، وحلق اللحية هو المخالف للفطرة، والمخالفة للفطرة طاعة للشيطان ومعصية للرحمن. قال جل وعلا: ذاكرا قول العدو اللدود المتوعد بقوله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي أقسم هذا القسم يريد منهم. قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فاللحية هي خلق الله للذكر ليست للأنثى إلا في الجنة. قال النبي
النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة كحل جرد مرد، وأما في الدنيا فزين الرجال بهذه اللحى. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه التبيان في أقسام القرآن، قال: واللحية لها منافع كثيرة، ومنها أنها وقار وهيبة وزينة، فكم حجبت اللحى أناسا عن فعل المخالفات إكراما للحيته، مع أنه قد يوجد ذا لحية قاطع صلاة، قد يوجد ذا لحية خمار، قد يوجد ذا لحية فاعل للمحرمات. وليست العبرة بالحالات الشاذة النادرة، العبرة بمن عرف أنه يحملنا تحت اللحى ما عليه الخير. وعلى هذا لو قال قائل: هل الدين كله في اللحية؟ فمن لا لحية له لا دين له، لقلنا هذا الكلام خاطئ، بل قد تجد أناسا لا لحى لهم، لا لحية له، منعه مانع أو سبب، ولكن في داخله عقيدة والاستقامة وخير، لو جالسته لوجدته معدنا سليما، ولكن قد تمنع زوجته طاعة لها، وقد يمنعه المعسكر طاعة لهم، وقد يمنعه انتماء حزبي أحدث بلابل في المجتمع، قال: ما دام باقي لحية أيقول مطوعي جزها أسلم من أي أن يحصل كذا وكذا، فبرط لحيته وغير حاله كي لا يقول هذا فلان حزبي، فصارت الحزبية مشوهة لمعالم الفطرة، وقد ذهبت الحزبية وولت أدراجها وأبغضها المجتمع، وتحول العالم الإسلامي وغير الإسلامي إلى مبغض للحزبية بسماتها، وبقي أهل السنة ذهبا صافي على هذه اللحى لا يتخلى عن شعره، ولو ملئت الأرض درا لله يتعبدون، لا لمناصب ولا لمقاصد ولا لسريات يخافون، لأن من كانت بطنه نظيفة شريفة ومنهجه قوي فممن يخاف، يريدون أن يلقوا ربهم بهذه اللحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، اكرموا اللحى، وفروا اللحى. هذا كله بتعدد الألفاظ يدل على وجوبها. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وحلق اللحية محرم. وقال الإمام وقال ابن حزم وقد نقل الإجماع، قال: أجمع أهل العلم على حرمة حلق اللحى، ولكن للناس أسباب ومقاصد، ومن ثبت ثبته الله، ومن أراد طاعة لله واتباعا لرسوله زينه الله. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم لحيته تملأ صدره، حتى سئل بعضهم: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: باضطراب لحيته. وقال موسى لأخيه هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فهي من سنن الأنبياء، فإذا كانت هذه اللحية درج عليها البياض صار جمالا ووقارا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، وقال: ما من رجل تشيب له شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، الله أكبر، نوره على وجهه يجمل بهذا. وهذا ابن عثيمين قبل موته أصيب بسرطان، فقالوا له: لا قدرة لنا على إزالة السرطان إلا بجهاز ليزر، هذا الجهاز يحدث عندك تساقطا في جميع شعر بدنك، فما ترى؟ قال: دعوني ألقى ربي بلحيتي، دعوني ألقى ربي بلحيتي، قلت ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.